بعد ما حطيت الليبلز وطبعت اول ورقة، انا محتاج دلوقتي ان انا اطبع 4 ورقات كمان، ورقة عليها احمال الديد لود، ورقة عليها احمال اللايف لود، ورقة عليها الويند ليفت، ورقة عليها الويند رايت. اول حاجة بس اشيل الليبلز دي فيها بس. تمام، احمال الديد لود قلت لك اون ويت الشيت في الاي في الاس، بس هو مايل اعدله على كوزاين الفا زائد الويت الستيل اللي هو اللي قلنا 20 او 30 في الاي في الاس بالكيلو جرام، بس انا بشتغل بالطن نقسم على 1000. افرض مثلا دي طلعت لنا مثلا 8 طن، يبقى كل نقطه من دول هتتحمل بكام؟ 8 طن. الساين جوينت لود فورس في حاله الديد، الزد بكام؟ بسالب 8. طيب النقطة دي شايلة من على السنتر لاين من هنا ومن السنتر لاين من هنا، ودي برضه شايلة من السنتر لاين من هنا والسنتر لاين من هنا. طب النقطة الطرفية شايلة من نص واحد بس، يبقى لازم تكون نص البيدد لود سالب 4 كده. خلاص كنترول بي واطبع سميها ديد واعمل لها سيف. تمام، بعد كده على اللايف لود بقى برضه نفس الكلام، انت حاسب اللايف لود من المعادله اللي هي 60 ناقص 66.67 في 10 الفا في ال نضربها في الاف الاس طلع لي ايه رقم بالكيلو جرام، لا قسمه على 1000 عشان يبقى بالطن، مثلا طلع 10. الساين جوينت لود فورس واختار اللايف لود احط هنا سالب 10، طالما النقطه اللي في النص دي شايله سالب 10 تبقى دي ايه 5. تمام، واقوم طابع وسميها لايف. تمام، بعدين دلوقتي انا عايز احط فين؟ احط في الويند ليفت. ويند ليفت يعني انا بخبط من هنا، طالما بخبط من هنا يبقى الهواء عدى من هنا عمل هنا بريشر، ضربها دي بوينت 8 هيطلع من هنا سكشن، دي بوينت 5 دي بوينت 5 دي بوينت 6 اللي هي السي يعني. مهم، تعالى هنا النقطة دي احسبها ازاي؟ دي عبارة عن الفورس اللي جاية هنا ماشية في اتجاه اكس كده اهو، اسمها سي في كي في كيو في الاس اللي هو السبيسنج ما بين المين سيستمز في الايه؟ في نص البانل، في نص البانل. يبقى انا احط في الويند ليفت تمام الاكس بكام؟ قول مثلا طلعت لي باربعه بالبوزيتيف. طب وهنا سي في الكي في الكيو في السبيسنج في نص البانل من الناحيه دي زائد نص ارتفاع العمود، قول مثلا طلعت لي بخمسه في اتجاه الاكس بوزيتيف. طب هنا نفس هي دي بالظبط، بس السي هنا اهو بوينت 8 السي هنا بوينت 5. هنا مثلا نقول 3.5. طب وهنا نفس برضو الخمسه دي، بس بدل ما هنا السي بوينت 8 هنا بوينت 5، نقول مثلا 4. تمام، تيجي انت هنا بقى احنا عايزين نحمل هنا. بص اهي دي الاحمال العموديه على المنبر. دلوقتي هنا عندي عند الجوينت دي في حمل طالع وهنا حمل طالع وهنا حمل طالع اللي هو ايه سي في الكي في الكيو في الاي في الاس على كوزاين الفا عشان اعدله. تمام، يبقى دلوقتي عشان احملها اعمل ايه؟ فاكر لما انا قلت لك في الصيف ان ده مايل، الممبر اللي مايل ده بيكون جواه اكس واحد وعمودي عليه اكس اتنين وطالع في عينك كده هو اكس تلاتة، انا عايز احمل دلوقتي في اكس اتنين اللي هو عمودي عليه، اعلم على الممبرات دي اسهل طريقه، اتعلم على الممبرات. بعدين اساين فريم لود بوينت، بيقول لك بقى انت عايز ويند ليفت اه ويند ليفت، انت عايز لوكال اه لوكال، طب دايركشن كام؟ دايركشن 2. تمام، خش دلوقتي ابسولوت. طيب المسافه بتاعت البانل دي بدايه البانل عند الصفر، طب نهايتها عند المسافه بتاعتها اللي هي 2 متر. طيب الحمل في البدايه، احط الحمل في البدايه والحمل في النهايه، بس خلي بالك لو حطيت الحمل في البدايه هنا اهو وفي النهايه هنا اهو هيجي البانل اللي بعديها يحط هنا اهو واحد عليه تاني. لا انا احط، انا شايف الصح ان انا احط مثلا في ناحيه واحده بس، نقول مثلا طلعت لي 1.6 اللي هي سي في الكي في الكيو في الاس في الاي على كوزاين الفا. تمام اهي، بس انا لسه لي واحد هنا هقوم مختاره. تمام، واقوم حاطط برده فين 1.6 في النهايه واقول له ريبليس عشان ما يركبليش واحد عليه تاني. تمام كده ظبط. طب نفس الحوار ده هعمله مع الثانيه، نقول مثلا طلع لي كام ب1.2 وهنا اخلي دي بصفر، واقوم جاي على المنبر ده واظبطه اديله 1.2 كمان. تمام، عايز اشوف كله ديسبلاي شو لود اساين فريم